شهيد حمال أخضر حقيقة حباها الله بهذه الأسرة الجامعية، إدارة وطلبة وأساتذة وموظفين وعمال، لحمة واحدة ولها من الطاقات الكبرى ما قلنا سابقا أنها أبهرت الجميع. هذه الإنجازات التي تحدثنا عليها خاصة في الجانب العلمي وتحدث عليها بروفيسور مدير الجامعة مر فرحاتي في اللقاء في يوم الافتتاح، وشهدنا أن يوم الافتتاح وأنت كنتم مشكورين، قناة التحرير كانت مغطية رسمية هي والتلفزيون الوطني وكل القنوات مشكورين هذا الجانب، وكنت سيدي أحمد وأنت رجل فكر وثقافة ورجل إعلام وتدرك تحليل والسيميائية الصورة والوجود. نعم، حينما كان الأستاذ الشيخ عمر فرحاتي يتحدث مدير الجامعة على هذه الإنجازات الكبرى مع الكلمة التي ألقاها أستاذي الشيخ بشير على قضية هذه المحقة الجامعة وما مطلوب منها وما هي راح تقدمه في العام القادم. نعم. لما نتحدث على أخذ اعتماد طائرات الدرون الوحيدة نحن بومرداس، نعم، ولكي تخدم المنطقة في الفلاحة وتصبح تتبع النخيل. نعم. هذا شيء ليس بالسهل. ربما كان في اتفاقية مع اتفاقية. نعم، مع الضاوية. نعم. مشكور مسير الضاوية الشيخ بالخير، يعني بالخير جبالي، مشكور من هذا البلاطون، قدم له كل الشكر باسم جامعة الشهيد حمال الأخضر. كذلك لما نتحدث على المركز البحث العلمي الذي سيصنع الأخرى الشيخ بشير النظارات، المركز التكنولوجيات التي عقد معه اتفاق وهو سيفتح كذلك مقره في وين التكوين المتواصل. كذلك لما نتحدث على المركز او المعهد العربي في فرنسا في باريس، نتحدث على انفتاح ثقافي ايضا عن مركز سيريست خلاص اصبح في الواد باذن الله فرع منه. نعم. وهذا سيريست متكفل بالنشر لان الواد فرضت نفسها. الشيء المهم استاذي احمد ان الواد مخبر كوفيد ما احتاجتش رغم ان معهد باستور بالضبط. أيوة. انجازات كبرى يعني واخذنا في على هذا الجانب جانب أن معهد الباستور أخذ الاعتماد وذكر السيد المدير هذا الجانب. وكل الإنجازات، هذه الإنجازات لو نحطوها في ميزان المعقولية في الفلسفة أستاذي أحمد. نعم. تناقشنا في الموجود والمعقول في الفلسفة. صحيح. لو نجدها يتحدث أستاذي بشير على 65 طالب في ظرف من عام 95 إلى اليوم نتحدث على آلافات وعلى مشاريع فوقنا جامعات. نعم. فوقنا جامعات أسست عام 63. نعم. وكل جامعات نتمنى لهم كل النجاح، يعني نحن في منظومة دولتنا الجزائر. نعم. فالمجد لشهدائنا والمجد لكل القائمين على مؤسسات الدولة وعلى الحفاظ عليها حقيقة. نعم. نعم. وأنتم الإعلام جزء من هذا الشيء. نتحدث على المركز على المعهد العربي المقر في باريس، نتحدث على الفعل الثقافي اللي يحمل المعنى والمصير، وتتحدث على أن العمل الذي أسس في الجامعة ورسل إلى جاك لاند وزير الثقافة. نعم. الفرنسي السابق والذي ماسك هذا المعهد، ونختار نحن من بين جامعات كل الجامعات الجزائرية راسلت وكانت في تريد أخذ هذا الكرسي ونأخذه نحن وتسمسيلت. نعم. هذا الشيء مو سهل. صح. هذا الشيء يرجع إلى قوة جامعة الشهيد حمال الأخضر، ترجع إلى أساتذتها. إلى طلبتها. أنا نعطيك ميزة وفي كثير من الأحيان ننساها ويعذروني الأخوة والسادة المتابعين، الطلبة الآن أصبحوا في يعني واللي هي أسست الجامعة وكل شيء من أجلهم أصبحوا فاتوا عملية البيداغوجيا، وليعذرني أستاذ بشير، فاتوا عملية التدريس، ذهبوا إلى البحث العلمي. وحقق عندنا الطالب قعيد نذير العام الفات. نعم. الجائزة الأولى حقق عندنا مقراني، الطلب مقراني عمر الخطاب حقق الجائزة الأولى. طلبتنا أصبحوا يقودون معنا القاطرة. في كثير من الأحيان لما يفشل الأستاذ شوي يصاب ببعض تجد أن الطالب يحفزك بحيث يكون هو. نعم. هذه القاطرة يقودها معنا. حقيقة أن هذه المراكز هي في فائدة الطالب. طالب جامعة الشهيد حمال الأخضر الآن حتى في مجالات الاختراعات أن ركزت مع 10 اختراعات لا تفيد المنطقة. حتى في قضية ذوي الاحتياجات الخاصة أستاذ أحمد. لما نتحدث على أول اختراع عالمي أنه يخلي الطالب اللي يخلي ذوي الاحتياجات ذوي الهمم هذوما يخليه يعرف اللون ويعرف، هذا أبهر. أنا كنت واقف لما أبهر الوزير السابق بهذا. نعم. والسيد الأمين العام كان عمل نوعي ومميز جدا، وأخذ على. نعم. تحدث على أرقام عالمية. صحيح. الآن لما نقول لك كرسي الرياضيات عالمية. نعم. لما نتحدث على مصاف الأستاذي عالمية. نعم. نتحدث على المعهد. نعم. العربي عالمية. لما نتحدث على الاختراعات بالشكل العالمي مع. نعم. الشكل وطني أو شكل عندنا، وهذا الذي يجعل الجامعة متطورة عندما تكون عندها أبعاد دولية أبعاد. ونحن نعرف المعرفة والتكنولوجيا هي عالمية. وأنا أقول لك بأن أنا لاحظت حاجة
استاذ احمد، ويعني وراني جديد احنا استاذ البروفيسور بشير، يعني وكنا نتحدث قبل ما ندخل على التعبي كانوا تعبين قبل. قلت له لا تو احنا يعني ما نشتعبين. نعم. تذكر تعرف استاذ احمد ان الاسبوع العلمي القادم صحيح. في وهران من الان الاستاذ يعني الدكتور بروفيسور عمر فرحاتي المدير الجامعه والاستاذ النواب والعمداء والاساتذه من الان بدات يبدا في الاجتماعات والتحضير له مثلا عام. نعم. يعني مش شيء سهل. نعم. لما نتحدث فيك على ان هناك خطه عمل، هناك رقيب لهذه الجامعه. نعم. يعني بكل الجهود اللي بذلتها الاداره وبذلينها اساتذتنا وبذلينها طلبتنا، هناك أشياء صحيح نحن جامعة مازلنا فتية، لابد أن يعذرنا الطلبة ربما ترجع للفريق الواحد حقيقة ربما الذي يحقق أهدافه وحدكم أنتم أستاذي أحمد، وهذا ليس لنزكي على الله أحدا. لم نتعامل مع قنوات الإعلام يوما أو مع الصحافة إلا وجدناهم سندا لنا. ولا يوم حتى لما تكون إشكالية تجدهم دائما يعالجونها بالمحبة وبالشيء الجميل. نستطيع لأن احنا خلقنا لكي نبني، ما خلقناش لكي نهدم. نعم. والآن أخذتم في زمام أنتم الإعلام وكل القنوات اللي معنا وصحافينا مشكورين وإعلاميين المنطقة. نعم. تتصور بأنهم هناك نوع من الحسد عليكم، يعني حاسديننا في ورقلة وفي أماكن أخرى في جامعات كبرى في الجزائر. نعم. لأن كان مواكبة مواكبة يوميا. تصور أن جرائد. نعم. يوميا تكتب. نعم. على جامعة الواد بالإيجابية، وهذا شيء يعني مو شيء يكتبوا لنا من فراغ أو يريدون يعني على سود عينينا، لا يكتبوا لنا حقائق إنجازات. تكلمني مرة التلفاز تقول لي بأن يعني نكون صراحة أني دخلت للموقع ونتبع لم أجد يوم ما كانش حاجة جديدة، كل يوم كان حاجة جديدة. نعم. إلا أن لما تقول كل يوم كان حاجة جديدة تحدث على 365 يوم و300 يوم. كل يوم كان حاجة جديدة. نعم. حاجة جديدة في فائدة الطالب، حاجة جديدة في فائدة الأستاذ. وهذا الشيء يعني بصراحة هو مكسب ولازمنا نحافظ عليه. أكيد. كل أكيد. هو مكسب للولاية أستاذ. نعم. أحمد الوطن راه. نعم. للمكسب ما هوش الجامعة راه ساتو مكسب مثلا، مش مكسب الله. للجامعة. نعم. فقط هو مكسب لطالبنا، مكسب لولايتنا، مكسب لكل الأسرة الاجتماعية الموجودة في منطقتنا. فشكر لك أستاذ أحمد.